سقطت الفنانة السورية ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الدولي في تونس بحادثة أقلقت محبيها. فأثناء الغناء على المسرح ليلة الخميس الجمعة، تعرضت ميادة الحناوي لحالة إغماء أسقطتها أرضا لبضعة دقائق إثر فقدانها لتوازنها. فصارع قائد الفرقة الموسيقية المايسترو محمد لاسو وبعض المرافقين لمساعدتها، ثم عادت المطربة السورية واستأذنت من الجمهور الغناء جالسة لمتابعة الحفل، ورجعت فيما بعد سبب سقوطها إلى شعورها بالإعياء نتيجة ارتفاع